حريق فيصل. لو احنا بصينا كده على حريق فيصل دوت، ندخل كده على اليوتيوب، كتبنا هنا حريق فيصل، حريق فيصل ده خبر تواف يعني بعض الإذاعات، يعني مثلا على اون تي في من حوالي 41 منت، وفي محطة تاني سي بي سي من ساعة تقريبا، وبعد كده هو لكن الموضوع من الصبح من 9 ساعات اهو، وفي كمان فيديو من 4 ساعات، وفي فيديوهات لسه من 16 دقيقة، وفي كمان من 6 ساعات، وفي برضه اهو من 9 ساعات تاني اهو، من 11 ساعة، يعني بتكلم على الساعة مثلا 3 الظهر مثلا، لكن هما بيقولوا ان هو من الصبح، يعني الموضوع من الصبح، يعني حتى لو بصينا كده هنا في الفيديو دوت. اتفضل، ايه اللي حصل؟ والله الحريقه دي من امبارح كده، وده مصنع بلاستيك تحت العماره وولع، او بلاستيك ولع كله، فولع في العماره كلها. الموضوع ده من امبارح. احنا النهارده احنا ايه؟ النهارده ايه؟ الحد. الحد كان الموضوع ده، كان يوم السبت من بالليل طبعا، خلي بالك، لحد دلوقتي والحريق شغال، وزي ما انت شايف حضرتك كده وبتصور الحريقه عامله ازاي من جميع اتجاهات العماره. من امتى بقى الحريق ده؟ حصل امتى بالظبط؟ امبارح يعني تقريبا كده حوالي بعد قبل المغرب، حاجات بسيطه. شفنا الدخانه طالعه لغايه دلوقتي، حتى الان لحد دلوقتي. في اي خسائر بشريه؟ حد توفى؟ والله انا يعني سامع ان في طفل، وكل طفل. السكان خلوا العماره، في طفل في الحريق. ايوه. ده عندكم عندك خلفيه ازاي توفى وايه اللي حصل بالظبط؟ لا يا باشمهندس، انا اللي اعرفه ان في طفل براحته، لكن النار، ما هو اكيد في ناس في العماره الثانيه سابت شقها ومشيت خوفا على نفسها وعلى اولادها، لكن الازاز دي خلي بالك ساعه ما يزيل. وقت ما يزيل. يزيل. لو شايف انها مخالفه يزيل. مش شايف انها مخالفه مش هيزيلها. بس اهم حاجه احنا بنتكلم اهو، شفت النار بقى عامله ازاي؟ بص بتلتهب ازاي؟ شفتها؟ شفت الفوق؟ وهناك التهبت جامد، هناك تحت، هناك انت شايفها؟ في مسجد في الطبق الاول يا جماعه، في مسجد في الطبق الاول. امبارح وده واضح من بصينا كده الحرائق دي، يعني عايزه يبقى في سيفتي وفي تقريض، وفي عشان ايه ما يبقاش اللي هو الماس الكهربائي ده اللي بيحصل، شوف اللي حصل هنا اهو. يعني اهم حاجه في الموضوع ان الكهرباء خطيره جدا، بالذات في لو في مخازن، في مخازن خشب، مخازن قماش، مخازن موبيلي، الحاجات اللي فيها قبل الاشتعال ديت، يبقى مهم جدا سيفتي عالي جدا للريسورسز بتاع الكهرباء او مصادر الكهرباء، وعمليه التقريض ده مهم جدا، عشان لو حصل ماس الكهرباء تتسرب من خلال الارضي. التقريض يمكن الناس كتير ما تعرفش ايه هو التقريض. التقريض ده بيبقى فيه زي احنا عارفين طبعا الكهرباء بتبقى فردتين، اللي هي بالبلدي كده بيقولوا الفرده اللايف والفرده اللي هي الايرث النيترال، لكن في حاجه تانية اسمها الايرثنج او الجراوند او الارضي، دي المفروض تتعمل. وده الفكره بتاعتها، ان لو حصل شارز او ماس كهرباء او قفله، الجسم المعدني اللي هو الشاسيه يبقى متوصل بالارضي، ومتوصل بكابلات الارض دي، وتطلع بره المبنى من خلال بيتعمل حاجه اسمها الارضي، عشان يسرب الكهرباء وما يحصلش حد يتكهرب، حد يموت بسبب ان هو لمس شاسيه مكهرب. اللي بيحصل بيبقى فيه سيفتي عالي جدا، بيحصل قفله، فالشراره او الكهرباء دي الزياده اللي هي بتتسرب عن طريق الارضي، فما يحصلش بقى ماس كهرباء، ما يحصلش حد يتصعق بكهرباء شديده لو حصل قفله او ماس كهرباء.
دي الفكرة. طبعا الموضوع كبير وفي معادلات وفي حسابات وفي انجينيرنج، الكتريكال انجينيرنج، كان ناس كهربائية تشتغل في الموضوع دوت جامد، ويحسبوا الارضي وتخانة الاسلاك، والارث ده بيتعمل يعني خوازيق بتبقى من النحاس والالومنيوم، بتبقى فيها تركيبة من الملح والفحم، بحيث ان ايه يبقى في حماية للاشخاص كمان اللي في المباني ديت، ان هم ما يحصلهمش صعق كهربي لو حصل ماس كهربي دوت. تعالوا نشوف الفيديو دوت. عجبكم القناة والأخبار اللي احنا بنعملها ديت، انكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتشجعونا باستمرار. انا دوست على الفيديو ما جاش، ففي الحكاية يحاولوا يطلعوا السكان من العمارات المجاورة ويودوها في حتة تانية بسرعة جدا وبأقصى سرعة، لأن النار للأسف بتمتد على الحريق. وبعته كمان ورب والحريق بجد مرعب، حاجة مش كده كده ازاي، مش يعني الظاهر انه مصنع هتبقى، يعني لما انت مثلا هتخلي ناس تتشرد وما تلاقيش شغل وما تلاقيش تاكل واسر واطفال اللي هيعيشوا ازاي؟ ليه؟ انا بكره الناس عادي تعيش حياتها وتاكل عيش، واللي ربنا رزقه وكرمه شيله من دماغك وخليك في حالك، واعمل انت حاجة لنفسك تفيدك وتفيد الناس، وتضيع ناس كتير غلابة شغالين 250 اسرة كده تشردوا، هيقعد هيجيب شغل منين في الاحوال والظروف اللي احنا فيها؟ وهيعمل ايه دلوقتي ده في نفسه وفي مراته وفي بيته وفي عياله؟ انت بقى كده مرتاح؟ يعني انت عشان ما بينك وما بين حد عداوة او في غل او في اي حاجة ما بينكو تقوم تولع في اكل عيش الناس كده ومش فارقة معاك؟ بجد بجد الناس دي لازم تتحاسب، كل واحد بيبص في اكل عيش الناس وفي رزق الناس وحاقد وحاسد كده لازم يتحاسب. سيبوا الناس في حالها يا جماعة وخليكوا في حالكم، سيبوا الناس في حالها يا جماعة وخليكوا في حالكم وارحمونا بقى، ربنا يهدينا ويصلح حالنا. تعال نشوف هنا برضو ناخدهم بالترتيب. ميك فيتيس شوكولاتة غنية مغرقة البسكوت من فوق، قرمشة البسكوت مع الشوكولاتة ملهاش حل. لو لسه ما دقتش ميك فيتيس بالشوكولاتة يبقى فايتك كتير، ودلوقتي الجديد ميك فيتيس مينيز بالشوكولاتة. اما الخبر اللي النهارده اكيد اي حد نزل الشارع حس بيه هو ما يحدث على الطريق الدائري. النهارده كان في غلق في الطريق، ناس كتير كانت بتتساءل عن السبب، وتم التوضيح من إدارة المرور بالجيزة اللي أعلنت إغلاق الطريق الدائري القادم من الوراق تجاه المريوطية كليا وأمام حركة السيارات بسبب تصاعد الأدخنة من حريق اشتعل بعقار مجاور للطريق الدائري. تم إخلاء العقارين من السكان المجاورين للعقار اللي اشتعلت فيه النار، وبيضم مصنع ومخزن أحذية بشارع المطبعة في فيصل. من الصبح كان في محاولات للسيطرة على هذا الحريق بعد ما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغ عن نشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمن بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداد أي امتداد له لمحاولة إخماده. اللواء أحمد راشد محافظ الجهزة المعنية بسرعة المواطنين وللتأكد العقارات حين الانتهاء من أعمالها وتأمين حركة السير على الطريق الدائري. عموما هذا الموضوع احنا بنتابع مع حضراتكم، واي جديد اكيد هنضيفه، ولكن يا ريت اي حد برضو عنده اي يعني حريق كبير اليوم في الجيزة على شارع فيصل، عمارة بتطل على الدائري، العمارة فيها كذا دور، مخزن ومصنع أحذية اشتعلت فيها النيران من امبارح، أكتر من 15-16 ساعة جهود مضنية لإطفاء العمارة، ولكن طبعا الأمر من الصعوبة بمكان. وتبدأ برضو الناس بتقول ان تسمح ب يعني اطفاء هذه النيران. ها
هذه العمارة مهددة بس. ميك فيتيس شوكولاتة غنية مغرقة البسكوت من فوق، قرمشت البسكوت مع الشوكولاتة ملهاش حل. لو لسه ما دقتش الحريق اللي حصل على الدائري اللي هو عمل مشكلة، أنا كان عندي فقرة الحقيقة مش هكذب عليكم، لأن أنا الحقيقة أنتوا يعني الناس كان عندي فقرة دلوقتي، في ناس جايين محجوزين مش عارفين يجي نتيجة لأن بقالهم أكتر من ساعة ونص فمحجوزين. معايا على التليفون زميلنا الصحفي المحترم الأستاذ طه. يا فندم كلنا مصر كلها بقت بتتابع الحادثة. قول لي ايه الحكاية؟ بقاله حوالي 20 ساعة مشتعل. ايه الحكاية؟ قول لنا بقى، ادي للمشاهد كأنه كان موجود معاك يا فندم. هو هنجيب بس الواقعة من الأول يا أستاذ سيد. امبارح بالليل على حوالي الساعة 8 أو 9 بالليل اشتعلت النيران في مخزن أسفل برج مكون من 13 طابق في شارع المطبعة بمنطقة الطوابق بفيصل. المخزن ده عبارة عن مخزن أحذية مكون من بدروم والطابق الأول والطابق الثاني. طبعا النيران اشتعلت فيه من امبارح. الحماية المدنية دفعت بحوالي 20 عربية إطفاء وفضلوا حوالي 6 ساعات يطفوا في الحريق لغاية ما تمكنوا من إطفائه قبل الفجر. للأسف النهاردة الصبح تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لأنه في مواد سريعة الاشتعال موجودة، وطبعا حضرتك زي ما أنت عارف الأحذية مكونة من جلود ومواد بلاستيكية فبتحتفظ بالنار يعني ممكن. فالنهاردة للأسف اشتعل الحريق الصبح على حوالي 19 الصبح وإلى الآن لازال شغال. البرج 13 طابق، فكان الحماية المدنية أخلت كل السكان جت تبع كلية الهندسة فقالوا إنه العقار خلاص هو شبه هينهار. فالحماية المدنية بتحاول تبعد الناس بأقصى طريقة ممكنة. تم إخلاء عدة عقارات مجاورة وقطع الكهرباء وفصل الغاز عن المنطقة تحسبا لامتداد النيران لأي مكان تاني. طبعا رجال المرور حضرتك زي ما انت عارف البرج موازي على طول للطريق الدائري، فتم اغلاق الطريق الدائري من حوالي 10 ساعات الى الان على الطريق فخشيه من. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ طه. عايز اقول لحضراتكم ان منذ قليل انتهت مباراه نهائي بطوله ميك فيتيس شوكولاتة غنية مغرقة البسكوت من فوق، قرمشت البسكوت مع الشوكولاتة ملهاش حل. لو لسه ما دقتش ميك فيتيس بالشوكولاتة يبقى فايتك كتير. ودلوقتي الجديد ميك فيتيس مينيز بالشوكولاتة. اما الخبر ان اي حد نزل احنا دلوقتي لو دخلنا هنا بقى كده، هنا بقى اللي هو مصدر امن يكشف اخر تطورات حريق مصنع ومخزن للهرم ده من ساعة على مصراوة اهو. تمام وزي ما انتم شايفين كده. ولو انت رجعت كده تاني، لو انت رجعت هنا كده تاني كتبت في جوجل حريق فيصل هيطلع لك بقى اليوم السابع كاتب الموضوع ومصراوي طبعا. ولو نزلت تحت كده هتلاقي الفيديوهات اللي احنا شفناها اهي موجوده اهي. وطبعا في حاجات اتصورت بالليل وحاجات كانت بدري وحاجات متاخره وحاجات لما صفيت النار وبقت دخان. فأنا التحفظ بقى على مالك مصنع ومخزن أحذية تعرض للحريق بفيصل، عايزين نعرف السبب ايه. وإغلاق الطريق الدائري طبعا ده مشكلة كبيرة طبعا. 14 ساعة لحريق مخزن أحذية بفيصل. طيب أتمنى إنك تكون فهمت الموضوع، وأهم حاجة نستفيد من الأخطاء ديت إن احنا يبقى في عين سهرانة، عين صاحية، في نظم اطفاء، في نظم حماية من الحرايق، في نظم تأريض الكهرباء عشان يحصلش شرد او ماس كهرباء ويمسك في مادة مشتعلة او في حاجة قبل اشتعال زي اخشاب زي مواد بترولية زي غير. فيعني المفروض الوعي يزيد يا جماعة، نحمي بلدنا، بلدنا بتكبر، بلدنا بتتحسن، بلدنا الاقتصاد فيها بينمو، بس محتاجة الاهتمام والوعي ينتشر، محتاجة يبقى قلبنا على قلب بعض في مصر، كلنا جيران، كلنا مواطنين، نستشعر الخطر ونتصل ونبلغ في لحظتها
وكلنا على قلبنا على قلب بعض عشان مصر بلدنا تكبر وتبقى احسن بلد في الدنيا ان شاء الله. نتعلم من الاخطاء، مش عيب نتعلم من الاخطاء. ده درس، درس قاسي طبعا. الله يكون في عون الناس اللي عندهم العقار دوت، الناس الملاك، اصحاب الشواء، صاحب المصنع اللي اتحرق دوت والمخزن. هي موضوع قاسي وصعب يعني، لكن احنا كمصريين لازم نتعلم كويس، ولازم نتعلم من اخطائنا، ولازم يكون قلبنا على قلب بعض ونحب الخير لبعض ونحمي بلدنا. تحمي حاجتك، تحمي حاجة جارك، حاجة قريبك، تتفائل بالخير، ده حاجة كويسة جدا. أشكركم.